ام دي لايت من 7 للعشرة مع مالك رهوني. الانترفيو متاعنا اليوم يكون مباشرة من بلجيكا، نحكيه مع إعلامي وفنان يرجع بمرسو جديد. المرسو هذا قاعد يحقق في نسب مشاهدة محترمة على يوتيوب، اسمه وهبي برحومة في الانترفيو. فوالا قالي كمل دالي فوالا ماكش مغشش خويا دالي ولا وهبي، انت فرحان جو بونس ماكش مغشش يذولي على الارقام اللي قاعد تحقق فيها هكا ولا؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك على موزايك يا سيدي. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ميرسي بوكو مالك على الخطفه هذيا، ياسر حلوه محبوب. يعيشك، مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول الدعوه مالغري المرسول عنده 3 ايام اللي خرج يسير على الرجال. مبروك العمل هذايا. يعيشك يبارك فيك، فرحانين برشا بالعوده نتاعك. اونفان علاش توا؟ والله علاش توا؟ خاطر معناها يلزم واحد يتخون دي غسيل بساعات ويعرف وقت اللي كيبش يرجع بحاجة مشرفة. يسير على الرجال هو اسم المرسو. شنو صار على الرجل؟ شنو صار على وهبي بالنسبة لك انت؟ الغناية حسينا فيها من كلماتها بلوز وموا من القلب، يعني يسير على الرجال ميسيرش. كلمات حمدي مهيري والحان حمدي وتوزيع حمدي زادة. يصير عرجل، حكيت في إتدام، يعني حكيت في برشا حاجات، حاجات هي صحيح عندها علاقة بشخصي أي. أما زيدا ينجم أي واحد، معناها نظن أنه برشا عبيد ينجم يقولوه المساجة ذي، معقول سألني أنا شنو صار علي؟ صار علي كما يصير على برشا عبيد معناها في تونس وكذا. بيه خلينا من الزون نيجاتيف داخلين بيصير على الرجال. يصير على الرجال 238 ألف مشاهدة في ظرف 4 أيام، رقم محترم جدا. 3 أيام مازلنا ما سكرنيش. يوتيوب قال لي 4 أيام. يوتيوب يمكن هي هبطت ديزون مغدي سوا. فوالا دونك يتسموا 4 أيام، يتسموا اليوم الرابع، معناها 4 أيام. فوالا 238 ألف مشاهدة إلى حد الآن، رقم راضي عليه كأول كليب؟ راضي الحق، معناها راضي على الأخر. ما تنساش حاجة، راهو أنا قصيت يعني بعد شوية على الموسيقى من وقت اللي اليوتيوب مازال ماهوش كيما توا، معناها مازال وقت المقياس النجاح ماهوش يوتيوب، فهمت؟ دونك انا بالنسبة pour un comeback un retour oui je suis très satisfait الحمد لله يا رب. واضح معناتها ان شاء الله ما خير بيان سير، ان شاء الله نوصلوا للمليون وزوز وثلاثه واكثر، معناها وهذايا طبعا يرجع للناس اللي تحب الاغنيه. ان شاء الله البرودوي معناها يوصل للناس كيما حبيته انا يوصل، المساج يوصل للناس كيما حبيته انا يوصل، pour qu'il atteint le chiffre اللي اكبر من هكا برشا، لكن انا راضي صراحه الحمد لله. بيه خلينا نحكي شوية على الغنية، الفكرة متاع الغنية وقتاش بدأت تطيب في مخك هكا بشوية وهبي؟ متاع الغنية هذه بالذات ولا متاع الرتور؟ الغنية هذه يطبع نحكي شوية على الرتور. الغنية بدأت تطيب الفكرة صراحة معتها دفي لما دي ديسمبر، يعني 3 شهور تقريبا شوية. بعد ما خرجت من تونس، انا خرجت من تونس معناتها عندي كمان من مواد جي بي فيت، يعني كيتيلا كيما اي تاع مجد في كيما نمشي ونجي، ما جبديه معناتها جو مسي انستالي في بلجيكا دو نوفو. خديت وقتي بيان سور، ركحت اموري ايتترا لوجيستيكمون اي توسكي سوي. ومن بعد دونك جيت البروبوزيسيون والاوبورتونيتي باش نكون مع لابيل نتاع موزيكا ادو لا، بديت نخمم شنو باش نرجع وشنو الحاجات اللي نحب نرجع بهم اللي انا نحسهم اوسي، معناتها مش نرجع بحاجه هكيك، فهمت؟ دونك جيت فكره تصير عرجي. الفكره بصراحه معناها ان نوجه معناتها فريمون كوميكتيمو كبير الحمدي، خاطر حمدي عايشني في الفكره. حمدي يعرفني عنده برشا، يعرفني عنده اصدقاء، انتم أصدقاء على الأخر، وحمدي يعرف عليا كل كبيرة وصغيرة في باركوري في حياتي في برشا حاجات. دونك هو ارتأى أنه معناتها إلى 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 كومبري بوتيت كو سي ان ميساج كو جو دوفري نقولو ولا نحكيه، فهمت؟ ودونك جات هكيك الفكرة، فهمت؟ أنا تقرالي الكلام تصدمت صراحة. عليه؟ تصدمت على خسرها بصراحة، معناها حسيته يحكي عليا معناها.
معناها يحكي عليا تكسيلمو ويحكي على برشا عباد وسي، اما مسني في حاجه فهمت. اليوم ما تنجمش تغني اغنيه وانت ما تحسهاش. اكيد اكيد اللي توصل للناس لازم فيلينغ موجود. وهبي اليوم انت تجربه اولى، كنت اعلامي ايضا وسبق لك انك خدمت في راديوات، راديو كابا فام، زاد خدمت في كابا فام وتبارك الله، معناها مشوار محترم جدا بالنسبه ليك انت. لكن اليوم نحس كانه وهبي الفنان اصبح انجح من وهبي الاعلامي، تعتقد الشيء هذا؟ مش ما نقولش انه مسيرتك المهنيه الاعلاميه فشلت، لا هاكش نجاوبك عليه، خاطر انا دوباز فنان، حتى انا قبل كتفهم انا فنان، انا كنت مع ميلودي، كنت مع مزيكا، عملت حاجات قبل. بعد لاكوبير اللي صارت، لاكوبير اللي صارت بعد معتدين الانس، بعد الثوره في الفديخه، خليتني يعني نتوجه للميديا، خاطر معناتها جات فرصه انه نولي في كافيه، ومن بعد في تلفزه زاده فنيه، كله عنده علاقه معناتها، وانت تعرف مالك انا حتى كنت في الراديو ولا في التلفزه ولا غيره ديما يصب للفن معناها. لكن سمعت انه تعمل كارير في الميديا اكثر من انك تعمل كارير في الفن؟ لا لا لا, لا. انا مو غير سيت توجور ديتو فنان، انا نغني من اللي انا صغير، من اللي في نادي المواهب، من اللي في الليسي، من اللي بعد مشيت لمصر، من اللي لبنان، ميلودي، مزيكا، ارت لاين، دونك انا دو باز التيتر نتاعي فنان. فنان قد ارضي الناس في حاجات، قد ما نرضيهمش في حاجات، ولكن انا دو باز جو سوي شانتور. الميديا دخلت له زادا في دومين ارتستيك، زاد بوستيني باش نرجع للموزيكا لا فيريتي معناها. حتى أنا خذيت أكل نشوف الاستيحاش فيها، عرفت فنانين، عرفت ناس كيفاش قاعدة تخدم، عرفت شنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشيش. التجربة الإعلامية فادتني برشا في الرتور بتاعي. لكن توا وهبي وليت مركز أكثر على الفن أكثر من الإعلام، يعني ما عادش باش تعاود تجارب إعلامية؟ أون توكا أكتوالمون لا، لا لا فيريتي لا. ما ديجا جي أن كونترا معناها، معناتها توا نحن مركزين في الفن. جون بروفيسور تي دي توك الان، ما قعدتش ننقز هنا ها ونعمل اغنيه ومن بعد غدوه تلقاني نشط ولا كرونيكور ولا غيره. يعني انت ضد فكره انه اليوم الفنان يقوم بعمل الاعلامي؟ لا مانيش ضد، مانيش ضد اذا يعرف كيفاش يقدمه. انا تعرف شنو اللي بتيتر ضد فيه ولا نعيب عليه؟ انه يخرج من جلباب الفنان، معناتها ماذا بيا حتى اعلامي يعمل حاجه يعملها فنيه. يكون كرونيكور في حاجه فنيه، ما يدخلش في المتاهات الاخرى معناها. كما نشوفوا في العالم العربي معناتها، مثلا مروان خوري عمل حاجه فنيه. برشا معناها اللي يعملوا حاجه، يعملوا حاجه تشبه لهم، حاجه تشبه لهم ويقعدوا في الـ في الـ في المود نتاعهم وفي قشرتهم الفنيه كما نقولوا بين ظفرين. وهبي اليوم انت مستقر في بلجيكا، ما يكونلكش عائق هذايا بالنسبه للرتور نتاعك؟ بالعكس، لا بروف، انا كي خرجت لبلجيكا رجعت، قعدت 10 سنين في تونس ما رجعتش. شو تحب تقول بالضبط؟ حب نقول انه معناها الافاق مفتوحه اكثر لبرا، معناها انا كما خرجت بلجيكا ما صححش مع لابيل مثلا في فرنسا، ما صححش مع وتري في بيروت. تونس تقتل الطموح بالنسبه ليك انت؟ لا مش تقتل الطموح، اما تونس معناتها شو نقول لك معناها، فما تلمو تخمه بتاتر برشا نتاع برشا حاجات معناتها مع بعضها اللي تخليك ما تركزش بصراحه. معناتها ما نجمش ننفي انه تونس الباس بمومون ديفيسيل، ديكو تلقى روحك في تونس ما نجمش تركز في حاجه برك، فهمت؟ لكن كي تبعد من تونس بالعكس تزيد تحب تونس اكثر، تولي تيسي دو فيغ بوكو تشوز، بتزيد تحب اكثر تونس وبتزيد تحب بروحك لتونس اكثر. بإيماج أخرى، بأريحية أخرى زي بنحب ولا أكيد نفسك. أكيد أكيد مش نفس الإطار أنتو كالمكان اللي قاعد تخدم منه، لكن هذا ما يمنعش إنه الأرقام محترمة جدا. نسبة المشاهدة معناها على غالب ولات مقياس اليوم في تونس ولا حتى في العالم الكل اليوم، معناها مش في تونس هكا 238 ألف مشاهدة في ظرف 4 أيام. نحكي شوية على الموسيقى، في حد ذاتها يسير على الرجال، الاسم يجلب الانتباه وسيختو زادك نحكيه على الكومبوزيسيون حمد الميري تبارك الله عليه وحتى الارانجمون. حسينا انه ثم ميلونج ما بين البدوي الشعبي وما بين حاجه نتاع المودرن، الميلونج عجبك هذايا انت اخترته او انه حمدي هو اللي اقترحه عليك؟ هو حمدي اللي اقترحه علي بصراحه، خاطر انا اللي قاعد نحضر فيه حتى في خدم اخرين تسمعوهم خصوصا
انا جيساي دفير دي وورد ميوزك، معناتها ما نجمش نعمل حاجه محصوره في اطار معين في تيب معين، فهمت؟ لكن مهم جدا اني انا نعمل تاتش نتاعي، انا تونسي دونك نعمل تاتش تونسي، معناتها في كل اغنيه باش تسمع حتى في الاغاني الجايين ديما باش يكون فما تاتش تونسي. علاش؟ خاطر مهم جدا وقت سويت بالديجيتال اكسترا انه يلزم كوت كوت كل واحد من شيرته هذايا، حتى معناتها معناتها في ميساج نوجه للفنانين كله، يعني يلزم يا ناس معناها حطوا تاتش تونسي في غنياتكم، حط بنزير، حط مزود، حط زكره، حط طبله، حط مهم مهم. معناتها نشوفوا المغرب كيفاش، نشوفوا لبنان كيفاش، نشوفوا مصر كيفاش، ناس معناتها تعمل في الورد ميوزك، تعمل في حاجات تقتل على الاخر، لكن ديما تحس فما تاتش نتاعهم. ثم ثم به وهبي ما زلت معايا باش تقعد معايا على موزايك فيم، وحتى اللي قاعدين يسمعوا فينا ممكن اللي قاعد انت تحكي فيه خلنا نسمعوه كاريمون. وهبي بالرحومه يصير على رجل على موزايك فيم، رجعين شويه اخر نحكيوا على الكليب نتاع الاغنيه هذه اللي كانت موجوده فيه ريم البنا، الاختيار بالنسبه لريم البنا في الكليب هذا، نحكيوا زاده على المخصو التجربه هذه. وهبي الكليب نتاع الاغنيه ريم البنا لقيناها موجوده معاك في الكليب هذا، مع انت عملت نيو لوك شبهتنا شوية زي مساري هكا وقت اللي كان دون لو تون عامل ريال لوف الغنيت هذوكم الكل، اش قولك؟ مساري ونبيات يعزب مش خايبة مش خايبة بون تعدي روحها بون. اما اللوك لوك تبديل لوك اليوم معنى قرات شعرك كاريمو اللوك خاطر خاطر انا بتبيعتي شعري معنى جي بيردي معنى شعري شوي اي جي بيردي تقصد شعرك تاح معنى وهبي شعري تاح شعري تاح دونك ما عنديش وقت في القيم وقلت كهو دونك نحي كل شيء وكهو وقيت وانو لوك ماشي معناها لوك شو بس تعمل رتور يزم تعمل رتور كل شيء في الجديد معناها تصفى من الجديد هذاك هو المطلوب والله يكون معناتها لوك هذي بروبوزي عندي أختي وصال نوزلها تحية هكي واهدي في دواء فيخصة أنا ملول راو جيتي عن فو هكا زي زيتي عن فيتو فهمت أما في بو معناها مشيت لحكي مشيت الحكاية هذاك هو المطلوب. لوك جديد مع كليب جديد، والكليب جديد فيه ريم البنا. المقترح متاع وهبي بالرحومة ريم البنا شنو اللي خليها تقبل انها تجي في كليب مع روتور بالنسبة لك انت وعندك مدة ما ظهرتش، شنو اللي خليها ترجع تقول اوكي نمشي لكليب وهبي بالرحومة؟ ريم صديقتي اولا دونك حكينا في بالها لان نحضر في روتور اكسترا حكيت لها على الكليب المخرج كيف كيف زاد امين معالج نوجه له تحيه حكي لها على الكليب اي دوكو اللي كي بارتون قالت لي انا معاك وانا معناها معناتها بارتون معاك نحب نعمل حاجه معاك فهمت وهذاك اللي صار معناها عجبتها الفكره عجبتها الفكره اي عجبتها الفكره ودايور تشوفوها معناها كيف مثل فريمو اعطاك اللي حاسسنا بيه خاطر هو نحكيه على واحد اعمى مش معناتها ماشي في بالهم العباد اللي هو اعمى اي وهي كيف كيف داير ما هي معناتها في سا سون اكومبانياتريس في تيجو وكل التصميمه نتاعك اللي هي قاعده نوعا ما تخون فيه تغدر فيه داكور فهمت دونك فوالا هي عملتها مثلا انا مثلا فما سيكونس نتاع ما نعرفش انا نتلفت لها هكايا وهي مش في بالها اني نعمل دونك تلفت لي تعمل لي ضحكه سفره من بعد اللي تسوم دونك هي دخلت شويه في الجو لكن وهبي كنت فرج شويه في الكليب الكليب من الاول ماهوش مفهوم برشا وهبي معناها بارابور كلمات الاغنيه والريتم سامباتيك على الاخر ولكن الكليب ما كانش مفهوم انت شكونك في الكليب بوكس اتسيتيرا تشوفش حاجه كلاسيكيه بالعكس مش حاجه كلاسيكيه جمله حاجه ابستريت على الاخر نحن توا في زمان ما راهو معاش عنده علاقه الكليب بالكلمات هذه حاجه دول معناتها نهدي لك ورده ما نصورش انا نهدي في ورده لكن اليوم ثم ديكور ميتراج كاريمون يتصور بور الكليب معناها اليوم ثم ديزيستوار معناها تكتب في البومات من وسط الكليبات تنجم تكون فيلم كاريمون انا معاك لكن احنا ما مشيناش في الايستوري احنا مشينا في اولا افوار ان بيل ايماج مشينا على الاستيتيك دو ليماج ومشينا نحكيو على الرجلة على الجرحة كيف جبنا بوكس بوكسوريت ورينج متاع بوكس اكسترا فما دي بتي فلاش اللي هما يوريو نوعا ما يصير على الرجال معناها انا غادي في الكليب قاعد نشوف في حاجات
اللي هي قاعدة تصير قدامي وانا عامل روحي مانيش قاعد نشوف فيهم اللي هما متاع مش في الاخر كل يصير عاجزين معناها هذا اللي صاير علي يعني نشوف في حاجات والناس مش في بالها انا مانيش قاعد نشوف فهمت لو ميساج بيتيتري ني با ان با ايتي وصل بوضوح تام توافقني في الحكايه هذه مش نوافقك ومش زاد ما نوافقكش معناها كل واحد يعني عرفت فما ناس تفرجت في الكليب قالوا لي معناتها ظاهره الحكايه فهم ظاهره نتاع انسان مفيقر معناها من 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 الناس من اللي داير حواليه به ابخي تقعد وجهه نظر تقعد رؤيه بتتر تاع مخرج on peut pas faire tout à la perfection هذه معناتها بالعكس معناتها بالعكس انا نفرح راه مالك تقول لي هكا راه سما برو اني بتيت في الحاجات الجايين نوضح اكثر لكن نعاودك نحن مشينا في ليستيتيك ديال ماشي اخر ماشي ابستري اكثر مش يقعد وهبي بالرحومه ولا شو اللي وهبي والله شوف انا بالرحومه عزيز عليا معناها لقب نتاعي وعائلتي بنتي هذا ما تفهمين فيه نحكي على اسمك الفني كوميرسيالمون بشي ولي وهبي اكثر وهبي اكثر فغيزون اكثر معناها يساعدك اون ميم طون نجم تكتب على يوتيوب وهبي تطلع هيفا وهبي وهبي بالرحومه يطلع برشا حاجات معناها وتولي موجود في الريشيرش اكثر وي تطلع هاي فوادي مش مشكلة تطلع هاي فوادي أنا يساعدك يساعد أنت كاي يساعد هو كله يبيع الخزري يساعدني كيفاش حتى وهبي الخزري زاد هاي الخزري يساعدني لكن تخمم إنك تمشي في اسم واحد بركة اسم فني معناها مش مركب معناها اسم ولقب وهبي ما نفهم بعدين كمان لا متفاهمين في نحكي على يوتيوب وقت اللي بتكتب في الريشيرج معنا شان اليوتيوب نتاعك واسامي الكليبات نتاعك بشكون ابري بيتيت 2 3 كليب اي خاطر تاو ريفيرونسمون كيما كنت تحكي انا كنت موجود من الاول تكتب وهبي برحومه تخرج لك كليب اجمل ايام اللي في عمزيكا ولا حسيت بالحب ولا يخرج لك الحاجات اللي عملتهم في الميديا دونك سا برون دي تان معناها ديسي ان شاء الله 2 3 2 3 كليب ان شاء الله يولي وهبي دونك ثم 2 3 كليب جايين في الثنيه بيان سور فما ان شاء الله نعطيني سكوب اي ان شاء الله دي كولابوراسيون سولو فيتورينغ فسر لي راب في الوتري في الجو توين سمسار واللبنانيين فسر لي حطني في الكادر لا 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 تونسي كله في التونسي كله في التونسي معناتها كلهجه نقصد كليب شهبت جست بعد رمضان ان شاء الله خير في رابع ايام العيد يعني كليب هذيك دونك شو اللي تسمى كليب العيد معناها كليب ما بعد العيد كليب ما بعد العيد نحاول كل 3 ايام العيد ما بتعرف 3 ايام العيد ولكن ومن بعد شهر كيف كليب واحد اخر جويي دونك هو العيد يجي نورمالمون في ماي ما هكا ان شاء الله هو نورمالمون لو 2 ولا لو 3 لو 3 ماي ديبي ماي فما كليب اي ولا اي ديبي ماي فما كليب ديبي جوان فما كليب ديبي جويي فما كليب الموسيقى باش تكون نفس ستيل ولا باش تنوع وهبي كيما قلت لك دي مودرن تونيزيان فما باش يكونوا مش تونيزيان ريفيزيتي لا 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 ومش كافر زاد اغنياتك لا رغم اني عندي كافر قاعد نخمم نهبط يمكن في وسط رمضان معناتها بور ادخل لا افيك مي فان وباش الناس تقعد ما موجوده معايا كافر لاغنيه شكون؟ عدنان شاويشي عدنان شاويشي ممتاز وصورت كليب ولا جوست اوديو كهو بشابت انا مصور وما زلت ما نعرفش نهبطه مصور ولا نهبطه اوديو بر وعدنان شاويشي كان موافق انك تعمل كافر لغنيته والله هو تعدى مع صديقنا هادي زعيم وشكرني معناها وقال لي ربي يوفقك دونك انا بالنسبه لي انا شهاده نعتز بها على الاخر لكن مش هذا اللي يخليك نجم يعطيك لوتوريزاسيون باش تغني كافر لا هو الكافر انت تعرف الكافر عندك اوتوريزاسيون تغني قانونيا عندك اوتوريزاسيون تغني كافر اي اما باش تهبطوا على شان اليوتيوب نتاعك حاجه اخرى لا معناتها الشان يوتيوب كي تهبط فيها كافر تي اوتوريزي يسوفي كو تي مونسيون تكتب معناتها مثلا عدنان شاويشي كافر عيبك باي وهبي برحومه
il faut pas négliger le mort de la personne mot à mot. لكن هنا نعطيك اكزامبل وهبي اي نعرف قانون نعطيك اكزامبل مثلا ايمان محرزي وقت اللي غنيت محبوبي لعبد الوهاب حناشي ومونسيونيت في الديسكريبسيون تاع يوتيوب اللي هي غنيت عبد الوهاب عبد الوهاب الحناشي مي الملحن ما وافقش وضرب لها الاغنيه سيني عليها وتفسخ لها الكليب ومن بعد عاود هبط مره اخرى كي صارت مفاوضات ما بيناتهم. يعني نقصد تخاف انه توحل في اشكال كما هذايا؟ ما نحلش في إشكال. في si ça va demander à nous, je prends l'autorisation, je prends l'autorisation, mais ça l'apnise. أنا je ne fais pas des choses détournées. أنا نسين نحبه سيد هذا. donc عملت حاجة نسين نحبه. أنا علاش اخترت عمل نسويه؟ خاطرك تحبه؟ خاطر نحبه على الآخر معناه. باهي الدبلوماسية. أنا لا ما هي دبلوماسية نحكي معك. لا والله كريزمان نحكي معك. ليه هو كفنان هو فنان كبير عدنان الشواشي وتحية كبيرة بربي. انت تو ذكرت لي عدنان الشواشي وفنا حاجة عدنان الشواشي بعد اخبار 8 متاع ليلة حتى الناس قاعدة تسمع فينا في كرهبة وتحية كبيرة للتاكسيستية ممكن يحبوا ياسر الجو التونسي والكل. دونك نقترح عليك نقترح عليك انا غنية تحطها بعد اخبار 8 ترى اش عندك حط كبرت ولا كبرت غنية ياسر شباب ايه نحطوا الغنية هذية بذية مقترح وابي خلينا نشوفوا دليل مخرج متانا شو عنده مقترح احنا مش كون زاد ديمقراطية راه في استوديو ماني عبد الناصر تنحكيو مزود من بعد مش مشكل مخرج متانا على باج موزايك كافي على فيسبوك به دونك فهمنا اللي سمعت ثلاثة كليبات جايين في اثنين ان شاء الله كفر لعدنان الشواشي ان شاء الله باش يشوف نور شنو اخر اربعة دونك غنيات معناها هو شوف معناتها بوكلوكيغي بحول الله السميع العليم وان شاء الله ربي واحد يشد بصحة بدنه وان شاء الله الناس يكون معاه وليفان يكون معاه اكسترا راهو ان توكا بور لاني لا ستراتيجي دو 2022 كل شهر وجمعة اون فادير شاك 5 سيمين يوغا كليب غني استراتيجي جديده جديده هذه جديدة تكمل فيها ولا عندك نفس باش تكمل بريتم تاع خمسة غنيات معناها كل خمسة اسابيع تهبط غنية بحول الله ان شاء الله هاني قلت لك ان شاء الله معناتها انا نتمنى من ربي انه معناها يكون عندي نفس وتكون عندي العباد جي سوي تري بيان انتوري لا فيريتي جو ريميرسي توت ليكيب اللي تخدم معايا لي جون كي مسكين على الاخر هوني في بلجيكا وحتى في تونس معناها عاملين ان اسبري دو تيم معناها جروب كامل فيه حمدي فيه امين معالج فيه جون لي كونتان البروديكتور فيه فيه نسيم فريحان البروديكتور فيه سامي مناعي معايا زادا في الارتيستيك وتوسكي هكايا معناتها ايم بوست فيغ ليماج لا بريزونس اكسيتيرا فيه دراز بيبي فيه هلا هلال فيه برشا معناتها فريمون الحمد لله معناتها قاعدين نخدموا في خدمه عبد القادر في الديجيتال باش ما ننساش معناها اما اوني ان جروب كامل دو 10 بيرسون كل واحد يخدم مجموعه فريق كامل معاك اي وهبي اليوم غنية جديدة باش تعمل دورة في الإعلام وإلا وهبي بالرحومة غير محبذ في الإعلام التلفزي غير محبذ علاش غير ما نعرفش أنا ما نجمش نقول على روحي محبذ أو غير محبذ لا أنا نمشي للناس الكل ونحب الناس الكل ونحب نتعدى مع الناس الكل معناها أبخي أنا ما نجمش معناتها ما نجمش نفرض روحي أنا جيتال مون برودوي مون برودوي اللي لا لي فيو موجودين انت ما فرضتش روحك عليا انت البروديوم تاعك تكلم والارقام تكلمت هذاك علاش احنا نجمو نجيبوك انت جاتك جبتك مش احنا اسقطر اصحاب دونك لازم نجيب الراديو دونك اذا انت جيت نورمالمون تخليك تمشي للاعلام انا موجود معني انت ما عندكش حتى اشكاليات وهبي مع حتى منشط تلفزي ولا حاجه والله ليه انا توا بصراحه معناتها بصراحه نحب بصراحه اوميري دون لا في ما عندي حتى إشكال وبالعكس معناتها أنا راهو حتى ولو صارت عن تختمما هكا شوية حاجات ماهيش إشكال راهو شكون صارت الحاجات اللي كيما هكا؟ صارت معناها من غير ما نرجعوا لها صارت حاجات نذكر أنا ولا أذكر تحب تذكر لا أنا عندي حماش عاد أذكر أنا ما نتحملش أنا المسؤولية من بعد لا نذكرش أسامي الناس إذا كان أنت ما قلتش أنا مانيش باش نقول شوف كان عندي بعض المعلومات نتحفظ عليها انا تذا كيما انت تتحفظ عليها علاش انت ما تحفظش انت اعلامي نتحفظ انا اعلامي ولا واجب التحفظ مهم جدا في خدمتنا عادتي عامل راديو تعرف وهبي نو
انا كنت تقول كل شيء. انت كنت تقول كل شيء اخوي، انا ما نجمش نقول كل شيء، فما حاجات انت مسؤول عليها مش انا. انا هاوش نقول لك مساج ان شاء الله يوصل ويتفهم. انا جي با دو بروبليم افيك كي كو سوا، وحبيب واصحاب لليوم الغدا معنا في الكل. ونعاود نقول لك انا جو سوي لا بور سي جون لا، وبالعكس انا حاجتي بالناس هذوما ونحبهم انهم يكونوا بالعكس معنا. اي سورتو نحكي على اصحابي من الاعلاميين، بالعكس انا نشيخ اكثر كي نشوف صحابي فريمون يعاونوني والا ولا يمبوست، خاطر طعم هذاك زاد مهم. فهمت؟ وحقك زاد، حقك زاد وهبي، حقي وقت اللي انا نعطي حاجه مصرخه. أكيد انا عمري أكيد. عمري في حياتي ما نطلب من صاحبي مثلا يعديني اذا انا مانيش عامل حاجه مصرخ، خاطر صاحب المضره ماهوش صاحب. به وهبي دونك هذا هو جي با بروبليم. Je remercie tout le monde et je salue tout le monde. الإعلاميين كين سالي قادم. تحية كبيرة لكل الزملاء. تحية كبيرة لكل زملائنا الإعلاميين والصحفيين اللي يسمعوا فينا على موزايك FM. وتوكا وهبي سمعت وصلح لي المعلومة إذا كان أنا مانيش غلط، ما اسمع مش معلومات هذه ماهوش باباراتزي، لا لا. سمعت فنيا إنك باش تتعامل مع فنان كبير. فنان كبير شنو؟ كبير او مشهور او تحافظ عليها زيادة ولا ما؟ بيان سور نتحافظ عليها. اذا كان انت تعطيني معلومه مرحبا، اذا كان ما تعطينيش معلومه انا عربي والا ولا عربي يا عربي. وما مستوى شتي زي قال لي فهمتيش؟ لا اي لا لا ولا الام نتاعي هذيك نتاع تحكي وينك من بعد. هو فنان عربي باش يكون كولابوراسيون في الغناء او في تعامل اخر؟ شو فيتورينغ معاه معناها؟ يا فيتورينغ والا معناها الحان وكلمات؟ لا 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 الحان وكلمات. الحان وكلمات هو ملحن، معناتها هو يغني ويلحن. واضح واضح. وهبي فرحان برشا انك كنت معايا اليوم. ميرسي بوكو، شكرا لك على قبول الدعوه، شكرا لك على وقتك. اللي قاعدين يسمعوا فينا على موزايك راهو وهبي بالكاميرا معنا، دونك نجموا تلقاوه وتتفرجوا فيه زاد على باج موزايك فيما على فيسبوك ملغي هو في بلجيكا. وتحيه كبيره لكل التونسيين المقيمين بالخارج في بلجيكا بالذات. وهبي وقتاش ترجع تونس؟ ان شاء الله دون دو سمان بحول الله. ما زلت عندي شويه خدمه هوني، شويه ترتيح بعض الاشياء في التصوير شوتين بالسيتيرا وحاجات لوجيستيك زادا. دون دو سمان ان شاء الله نكون في تونس. ميرسي بوكو مالك، سي غران بليزير اني نكون معاكم، غران بليزير اني نكون في موزايك، حتى موزايك وش تساعد عليا حتى قبل معناها. انا موزايك اول تصاعد عملته في حياتي في اجمل ايام عملته في موزايك مع صديقي خويا نوف الوسيم. والرتور نتاعك كان في موزايك مع صديقك وزميلك ملك لوني. فوالا اكزاكتومون، معناتها ربي يخليك مالك ويعيشك. ميرسي وربي ان شاء الله تشغلوها يوفقنا الكل. Je remercie tout le monde et je vous ordonne, si je peux dire ça, je peux dire de faire le clip à la chaîne YouTube. وهبي برحومة بارك. شكرا لك، ميرسي بوكو. والجديد متاعك يصير عرجل موجود على يوتيوب، 238 ألف مشاهدة إلى حد الآن. سمعتم بكري المغصو على موزايك كفام، وكان زاد يظهر تعادل اليوم في كلوب ويكاند مع ساوسن.